بسم الله الرحمن الرحيم، قناة نصر تنس تعليم التنس الأرض تحييكم. الحقيقة أنا جات لي تليفونات كتير وجات لي بعض إيميلات على إن عايزين هنلعب فين؟ أنا فكرت أهو، أنا لعبة التنس لعبة جميلة، أنا فكرت في الشقة خليك تلعب تنس. إذا إزاي الفيديو ده نفكر نلعب التنس داخل الشقة أو داخل غرفة النوم بتاعتي؟ أنا دلوقتي حاليًا في شقة كاملة فيها صالون وفيها نوم وفيها كراسي وفيها وفيها. باخد جانب صغير جدًا وهبدأ اجي على الحيطه مثلا، اخلي لي حته كده معينه وابدا اشتغل والعب بقى. بصوا لي وانا بلعب تنس وبكل حرفيه واحده واحده. اوكي بصوا، ادي واحد اثنين اهو، فوق الفور اهي، فور وبقى ادي الفور اهو، شغال على الفور اهو واحده واحده اهو، بدون ما اقصد اي حاجه، بدون ما اخبط اي حاجه، الكوره نازله اهي وطالعه معايا اهو، وبروح للباك عادي اهو، وبروح للباك تاني اهو، وافضل امشي ايدي برده اهو واحده واحده. واحد هاند فور هاند، وارد في بوستي ورجلي الشمال قدام اهي، تلاحظ شوف رجلي وبتلف، وتروح فور وتروح شمال وباك ويمين، واغير بوستي واضرب الكره بتاعتي بالراحه والف مع الكره بدون ما اجي جنب الازاز ولا اكسر اي حاجه، ايدي ماشيه مع الكره اهو. واحد اثنين، والكره لو راحت مني بغير كورتي عادي وباخد كورتي واحده واحده اهو، طالع بالكره فور وطالع باك واطلع بالراحه، وادي الفور بتاعي اهو، وادي في الشمال قدامي اهي، وكنت بالراحه واحده واحده، ما احاولش استعجل نفسي، الكوره راحت مني او مخنقه تاني واخد كورتي واحد اثنين ثلاث بالراحه، والكوره ماشيه عشان ما تمشي مع 10 20 15 16 زي ما انا عايزه. فور داخل الشقه كل ارتياح حلو، وما بزنقش ولا جيران ولا اي حد يزعل منك، واحده واحده وانت داخل الشقه. ولو تلاحظ ان انا في النص اهو بحرك نفسي، واحد اثنين، طول ما انا واقف باك وفور، وممكن العب جميع الالعاب. انا ببص في الباك هاند بتاعي، بص الباك هاند بتاعي، بص الفور هاند لما راح معايا اهو، بروح فور، والمضرب بتاعي بيبقى طالع نفس الطلعه بتاعت الملعب، كاني في الملعب بالظبط. كرة راحت مني باخد كرة تاني اهو، وافضل اكمل التمرين بتاعي. واحد اهو، شوف بوصل المضرب لحد فين اهو، بكل ارتياحيه، راحت مني الكرة التانية بخش بالكرة التالتة اهو، وافضل الم كوري برضو عادي، واحدة واحدة اهو، واحدة مش بأي حاجة، ممكن اقف كده ساعة، ربع ساعة، نص ساعة، على قد اللعيب ما يقدر يزهق ويخلص لعبه اهو. فور، شوف الفور هاند بتاعي اهو، وانا طول ما انا واقف فور، وكل ارتياح يا اخو، ايدي بايدي قدام اهي، وبعد الفور هاند اهو، الكرة واقفة تاني، اروح كورتي وابدا اكمل تاني اهو، نفس التكملة اهو، افضل امشي ربع ساعة، تلت ساعة، لحد ما احس ان انا خلاص قدرت بقيت خلاص اريح، عايز اريح. باك هاند باك هاند، شايف الباك هاند بتاعي، بص شايف الباك هاند، شايف ادي فور هاند، شايف فور هاند، كوره ماشيه لوحدها واحده واحده، ومضرب عادي، مضرب ملاعب عاديه جدا، مش راكت، مش راكت اللي هو اللي على البحر او لعبه الراكت، لا تنس ارضي. بص اهو ادي مضرب التنس اهو، وبلف وبلف، بص كل لعبي سايبوري، تلاحظ رجلي الشمال بالفور هاند قدامي، رجلي الشمال قدامي اهي، كله فور هاند، شايف الفور هاند بتاعي اهو، شايف الكره بتاعتي طالعه ازاي، وبلف بوستي وبحاول اهو، بص باخد كورتي ازاي، كل ده داخل الشقه اهو، واخد الم الكور بتاعتي بكل سرعه كل ارتياحيه اهو، داخل الشقه اهو، انا تحت مني رجلي، مني تحت مني سجاده، وبلعب عادي كانها ترتان اهو، كان السجاده اللي تحت رجلي دي هي الترتان اللي بلعب عليه عادي اهو، وبحرك افضل حرك في مضربي ساعه، ربع ساعه، نص ساعه، تعبت من فور، غير باك هاند، باك هاند، أنا هنا المقصود منه كله الفور والباك، الفور والباك هيجي مستريح معايا أهو، باك هاند، وأنا هاند وتو هاند، أهو، شايف الباك هاند بتاعي؟ أهو، شايف الباك هاند؟ أهو، أهو، أروح الكورة فور هاند، أوكي هيب، خليك معايا بص لي هنا، شايف الفور؟ شايف الفور هاند بتاعي؟ أهو، وآخد كورتي من تحت لفوق أهو، وكل ارتاحي أهو، علت معايا أوطي الكورة، أروح لها تاني أهو، أروح لها باك. الف بص سايد واي اهو، كل الضربات السايد واي، لو تلاحظ كل الضربات بتاعتي رايحه سايد واي، كل الضربات كلها بتتحرك سايد واي سايد واي اهو، كله بيتجنن اهو، شايف ايدي؟ شايف ايدي بتلف زي ما انا بفتح اللعب بتاعي اهو، من تحت لفوق اهو، واحده واحده تاني اهو، بلف بوست بكل ارتياحيه، بحاول ان انا داخل الشقه بدون ازعاج وبدون اي حاجه، واحده واحده بلف بوستي واخد كورتي وابص للكوره ساعة، ربع ساعة، خمس دقايق، على قد ما اقدر، كل مرة ابدا بالفور هاند مثلا، ثم اغير الباك هاند، اغير الباك هاند، اغير الباك هاند، العب باك هاند على طول، العب باك هاند على طول، شايف؟ واخش فور،
شايف؟ اهو اللي انا اقدر اتحكمه شاطر اول مرة كورتين ثلاثة أربعة لحد ما توصل 10 كور و15 كورة وممكن يبقى 30 كورة على الحيطة تمشي ايدك ومشي عضلك بتفكير جيد بكل ارتياحية ولا ملعب يتعب نفسك ولا تحجز ملعب اهو واحدة ولا مدرب كمان اهو انت مدرب نفسك اهو انت اللي بتدرب نفسك على اللعبة وانت اللي بتحاول تركز وبتشيل وبتحط وبترفع كورتك واحدة واحدة اهو اهو واحدة واحدة اهو واحدة واحدة اهو وكل المهارات بحاول بكل المهارات بنزل واطلع واطلع برجلي وانزل لتحت والفوق الكورة ادمع تاني وابدا تاني اهو وان وفولي بص بقى الفولي بص الفولي اجري واخد كورت تاني اهو انا معاك بابا اهو بص كاف الفولي ايه رايك؟ ما بخليش تلمس الارض اهو اهو بحاول اهو ما خليش كورتي تلمس الارض اهو يبقى انا بحاول ان انا احط اكتر من مهاره وبحاول فولي باك هاند فولي باك هاند فولي باك هاند كيف فولي باك هاند فور هاند باك هاند فور هاند باك هاند فور هاند شكرا والى اللقاء ميرسي قوي على هذه اللعبه الظريفه.